خذ سبحتك ابوي الله لا يشكر فضل العدو. خذ 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 يا ابوي خذ. لا والله ما ترد الكبت ما البس الكبت ما في شيء اصلا. من محافظه من المحافظات التابعه لمنطقه القصيم بحرف الشين. شمسيه. ها لا همزح معك. طيب ايه روح. حلوه الاسئله ذي. روح. مدينه سعوديه بحرف الالف. افلاج. ابها. املج. افلاج. طيب املج املج معليش. حرف الباء تبع الحائل. تبع الحائل. ايش السؤال؟ قل واحده تقول انت ايش صوعك ايش؟ بقع. مدينه بقع. بقع. لا تصوعك الشيطان الرجيم يعني. بقع بس هي يعني مو ماخذه من هذه لكن بقع. محافظه تابعه لمدينه القصيم تبدا بحرف العين. بقع. عين بن فهيد. اخي منعونا من القصيم. محافظه تابعه لمحافظه عسير. اعطونا خيرونا خيرونا اعطونا حرف وخيرونا. اعطيك حرف. طيب حلوه التابعه دي ترى حلوه. طيب تبدا الديلمه. طيب حمود انت وادي تابع لمدينه خلي كل واحد يسأل. ما هو اسم الوادي اللي قدام باب بيتنا؟ يلا الرجال يجاوب. وادي عطيه. لا وادي جمعان. صح ضحك. طيب طب لا وادي في منطقه تابها بحرف العين. شارع في منطقة خميس مشيط يحده ثلاث أرصفة وفي واحد ماشي قبل نص ساعة 180 الرونة. غلا. صح. طيب سؤال. طب أنا بسأل أسئلة على جلد اللي ما يجاوب جلد. يلا نبغى المدن. أنا بضبطك جو السيارة. أول واحد يذكر واحد. أول اثنين يذكرونه. أول واحد يذكر أول واحد ركام له. أول واحد يعطيني مدينة طبعا في العالم كامل. خلنا في السعودية يا اخي. طلعنا برا يا اخي. مالك دخل جاوب. مالك دخل. واحد اول مدينة بحرف الثاء. ثرمدة. ايه ثرمدة. صح ثرمدة. طيب احمد فاز. فراج النجاشي والعسيمي. حيوان بحرف الخاء. خيل. تيدك. يلا الحين انا بسال وانت متجاوب. اسم. لا لا انا لا لا انا راعي اللعبه. انا راعي اللعبه. اسم بحرف الواو. وليد. وليد. صح. السؤال الان بين النجاشي والحسين. نبات بحرف الراء. رمان. قل. والله قبله. والله قايلين قبله. انت طيب. عندك النت ضعيف. مدينه بحرف طبعا كل هذه ما تتكرر بعدين. مدينه بحرف الهاء. هفوف. هند. لا غلط. هفوف. لا غلط. لازم الهند الهفوف. كيف لا غلط بدون ألف لام. طيب الهفوف. غلط. هروب. محافظة هروب. قبيلة دي ما هي محافظة. إلا محافظة هروب. صح. قبيلة. مو محافظة هي. الهلالية. غلط. يا أخي حرف الهاء. غلط. يا أخي هولندا يا أخي. إيش هولندا دولة مو مدينة. عادي مدينة دولة عادي. لا. على كيفك يا أخوي. ما تعرف لعبتك أحسن. هذا لعبة في كل الرياضة. لا تضربني. يعني الرياض بحرف الراء مو بحرف الألف. روح حل عني حل عني. انت وهديتك. يلا توكل على الله. توكل على الله. مين اللي كذا؟ اشغل امنا بمسابقة خايسة. هولندا مدينة. وين عقلك؟ ماشي عقل في راسك؟ ماشي عقل؟ ما بلعب معكم انا. توكل على الله. توكل على الله. حل عني حل عني. انا اسالكم يا شباب. رجع رجع الكبكات. مدينة بحرف الباء تقع في جنوب المملكة. ريدة. الباحة. لا. أباحة. صح. أباحة يا أشقل الأول. إنشودة. طيب بحرف الباء مدينة في الجنوب. أباحة يا هات الكبك. هات الكبك. هات كبكي. هل عني. هات كبكي. هل عني. هات كبكي. والله ما تشمه. هل عني. كبكي كبكي. بخش مريالي يا أخي. توكل على الله. ويتمنى بغيت أتبرع لك وسام. فهد معك شيء؟ استغفر الله. بس شو عندك جالس هنا؟ طيب مدينة ساحلية بحرف اللام. لام. قبلها ال. ال ال فيها موية حارة لو شوف فيها الناس تعفوني بعد الله سبحانه. وين ذي؟ ساحلية. الساحل الغربي جنوبية نوعا ما. وش الحرف اسمها يطلق على اسم من اسماء الاسد. الليث. الليث. الليث.
كيف؟ يقول اللبوة. اللبوة مدينة اسمها اللبوة. وين وين عقلك؟ الليث الليث اللبوة. ايش فيها؟ ايش في؟ طيب مدينة بحرف التاء تقع في الحجاز. تاء تربة. تربة. طيب مدينة في الساحل الشرقي بحرف التاء. لا الشرقي. الساحل الشرقي. ساحل ساحل. الساحل الشرقي. تبوك. تاروت. لا. ايش لا؟ لا. ايش لا؟ اي تاروت صح. ايش إيه؟ لا انا ابغى تقول راس النور. معليش. طيب مدينة في الشمال بحرف التاء. تربة. تبوك. تربة. طيب غيرها. تبوك. غيرها. تيمة. تيمة. مدينة تقع في الشرقية بحرف. تقع في الشرقية. بحرف الخاء. خبر. خبر. مدينة في جنوب المملكة بحرف الراء. رنيا. رنيا لا ما بجنوب. هلا رنيا جنوب. لا جنوب غرب. على كيفك. رغدان. لا. 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 رغدان المملكة. غابة. تبع البحر. حرف الراء. حرف الراء. في رجال الماء. رجال الماء. حلو. اي مدينة. طيب. مدينة في الحجاز بحرف الياء. ينبع. 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 ينبع حجاز ينبع. ينبع. على كيفك. طيب مدينة تبع تبوك بحرف الألف. أملج. أملج. طيب مدينة في الوسطى بحرف قصيم. الميم. ميم. ميم. الوسطى. في الوسطى تابع للرياض. ملهم. مزحمية. ملهم. ملهم. مزحمية حبوينك بالمزرعة. المزحمية. المزحمية وين؟ طيب مدينة في جنوب المملكة بحرف الباء. باحة. أباحة. غيرها. لا. بيشة. بيشة. طيب قرية أو منطقة تابعة إلى الطائف بحرف أم. ومدوم. صح. بحرف أم. بحرف أم. حلو. طيب منطقة في تبع جيزان بحرف الأبو. أبو عريش. أبو عريش. هذه ما حرف الأبو. حلو. جيزان منطقة اللي تتبع لها ماسك. يعني يا أخي عاد أفهمها يا أخي. قول وليد الزهراني علمنا كذا. وليد الزهراني علمنا كذا. وليد ايش يقول؟ يقول مدينة بحرف الميم. كم عدد مناطق المملكة على طلعت هولندا. كم عدد مناطق المملكة؟ ما عديت. 13 ولا 14؟ 13 13. المناطق احسب تقصد المدن كامله. 13 ولا 14؟ 13. 13. ايه ايه والله انا الصراحة مرتاح بالخيمه. وين؟ انا اقول والله نغير لانه طيب يلا وين وين نروح؟ خل نروح العريش؟ يلا تم. والله هذا يقترح اقتراحات حلوه بس ما لا ما نعرف. والله انا تكيت هناك الساعه ما حد ينتج. انا مرتاح الحين. على كيفي طلعني يدخلني ما على كيفي. احنا عيال ناس يا اخي. هذا ما عالجته يا والله علشتها يا اخي بس عاد انه سبحان الله ما في المايك. المايك تخيل ان انا كنبك. لا ما بعرف المايك شغال هي والله انا مش شايفني منيب تسالني فيني مايك فيني دخيلك كل شيء تمام ليه؟ لا هذا ليه يا دني؟ قل يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عين. يا ليلي 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 يا طلع يا صدق المدن ليش فيها أم وفيها أبو؟ ليش ما في مثلا أخو؟ أو مثلا أم الدوم أبو عريش ليش ما في مثلا أخو نخلة؟ طيب بقول لك بما أنك أنت أدرى بالديار صح؟ اسمع رحال بما أنك أنت أدرى بالديار في قرية بعد المويه على طول شو اسمها؟ حرف ايش؟ ال اول بعد اول كبير يجيك حميات هذا السؤال صعب ما يعرف الا الرجال اللي الخاصره مخطوط حميات لا الخاصره لا قريه حتى لو اقولها يمكن تقول لا ما في تراها بعد المويه ال ان ان بعد بقولها لك ان الف نون الف لام نون الف لام نون يلا بعدين البعد ان ان اخر شيء حرف الفاء يلا روح حبيبي اولها الف لام نون اخرها حرف الفاء معروفه رحال رحال دي من ديار عتابه وانت ما تعرفها ديار عتابه يا ولد من الحجاز لين تقوله سلام يا خلاص كنسل السؤال ذا سلام يا وين
كنسل السعداء وما نبعلمكم. أسألكم سؤال. النجم الذي جنب اللي يظهر طال عمرك جنب القمر شنو؟ دائما كل شوي يطلع نجم اصلا جنب القمر، القمر يتحرك ويوافق له كل شوي نجم ولا كوكب. سلام عليكم. النجاره هي اللي دائما خلاص ما عاد العب. لا اسال اسئله انت شلت المخطه الرياضه وصلت الى مرات زحل يصير عند القمر، مرات المشتري ان والشمس تجري لمستقر الا هذا، والقمر قدرناه منازل يدور القمر ويوافق له مرة النجم مرة يوافق له. لا بس بس على اللي يعرف انا ان اكثر نجمين تتوافق مع القمر اللي هي الزهره والمشتري. اكثر نجم يتوافق مع الكل انت يا عمري. يا الله بغيت اسجد يا ولد. الله يدخلك ما عرفت عيال الجو برا والله طيب جدا. خلنا نفرش والله. لا والله ما اجيك يا سلام.